حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا خاصة حول حقيقة أزمة الوقود في بغداد وبقية المحافظات. في الآونة الأخيرة طوابير السيارات تتكدس أمام محطات الوقود، محطات التعبئة سواء كانت الأهلية أو الحكومية. اليوم ما هي أسباب يعني هذا التأخير وعدم تزويد بعض السيارات بالوقود، وهل هناك فعلا أزمة حقيقية أم هي مجرد شائعات؟ راح نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيوفي اللي موجودين ويانا. بداية أرحب بالأستاذ زهاء حسن ناشط مدني من محافظة البصرة. حياك الله أستاذ زهاء. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نعم، بداية أستاذ زهاء، شلون نشوف اليوم أزمة البنزين بمحافظة البصرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أزمة البنزين خصوصا في هذه الأيام الأخيرة يعني جاي تتفاقم يوم على يوم بعد يوم. نعم. ونشوف طوابير السيارات أمام المحطات، وأغلبية المحطات حقيقة جاي تغلق أبوابها، يعني كانت محطات 24 ساعة تشتغل، حاليا المحطات تجينا الصبح تلقينا معزل، تجينا بالليل تلقينا معزل، ما اعرف تفتح باوقات معينه ودائما مغلقه. ونشوف بعض المحطات امامها طوابير كثيره من السيارات بانتظار التزود بالوقود، وما نعرف السبب الحقيقي وراء هذه الازمه. هل هي ازمه مفتعله ام هي ازمه يعني واضحه وموجوده للعيان؟ بالفترة الأخيرة يعني إحنا ندري أنه من عام 2019 ولحد الآن البصرة بها وقود، وهذا البنزين يكفيها. نسبة الوقود بالمحطات يعني جيدة، يعطونهم كميات جيدة وتكفي والأمور زينة. هاي بعد فترة كورونا بدت أزمة الشحة في البنزين. نعم. شوي شوي بدت تتصاعد وتتنامى هذه الأزمة، ما أعرف شنو المشكلة. زين، اليوم البنزين والوقود وين دا يروح برأيك؟ حسب رأيك، وأنت قلت اليوم أكو يعني كميات كافية تغطي محافظة البصرة، لكن شنو سبب هاي الأزمة؟ نعم، إحنا هل هاي الفترة الأخيرة بدت المشاكل مع أزمة الوقود. نعم. بسبب أنه بعض المحافظات الشمالية، وأقصد يعني أعتقد أنه كركوك صارت بها شحة بالوقود، فبدت الكمية حسب ما سمعت أنه نصف الكمية أو قللوا كمية البصرة ودوها إلى كركوك. نعم. يعني أكو خبر أنه من كركوك جاي يروح إلى أقليم كردستان. تعرفين انه لتر البنزين بالبصره ينباع ب 450، لتر البنزين باقليم كردستان وصل حتى الى 800 الى 900 دينار. نعم. فاكو خبر انه كميتنا تقللت بالبصره وجاي يودونها الى كركوك، ومن كركوك جاي تتهرب الى اقليم كردستان. هذا اللي سمعناه يعني. نعم. ونتمنى من ضيوفك الكرام يصححون هذه المعلومه. نعم، بصراحة احنا بانتظار يعني معاون مدير عام شركة التوزيعات. نعم. النفطية. ها. لتوضيح الحقائق حول أزمة الوقود اليوم وسبب انتشارها سواء كان في بغداد أو بقية المحافظات. إذا أعطيني مساحة للكلام إذا أمكن يعني. نعم، إن شاء الله من يوصل راح يكون حديث أكثر. نعم، نعم. في العام 2019 كانت الكمية التي تعطى إلى محافظة البصرة 1.5 مليون برميل، وكانت هذه الكمية كافية جدا وسادة حاجة المواطنين والوافدين، خصوصا أنه البصرة كثير من الوافدين لها بسبب أنه هي ميناء ومنطقة اقتصادية. نعم. بعد أزمة كورونا بدت هذه الكمية تزيد ووصلت إلى 1.5 مليون برميل بالشهر يطون إلى محافظة البصرة. لكن رغم أنه رفعونا كمية الكمية اللي تعطى إلى المحافظة، لكن نشوف أزمة في البنزين. إذا أريد نشوف نقول وين جاي يروح هذا؟ شو هو النفوس وأعداد السيارات نفسها ما تغيرت؟ شنو المشكلة؟ المشكلة إذا أكو هناك آيات خفية هي اللي جاي تفتعل أزمة الوقود. منو هاي الآيات الخفية أستاذ زهاء؟ أصحاب البنزين، خليني أسولف، أصحاب البنزينخانات هسه جاي يذبون اللائمة على المصافي، والمصافي ذب اللائمة على أصحاب
البنزينخانات. نعم. اصحاب البنزينخانات يقولون قبل كانوا يعطونا كميه، هسه بدوا يقللون الكميه. اصحاب اهل المصافي يقولون لا، احنا الكميه نفس الكميه، ولكن جاي يصير اشكال بالمحطات وخلوا رقابه وكذا. هو حقيقه احنا ندري كل الزين انه العراق بلد مستورد للبنزين، يستورد البنزين لان احنا ما عندنا مصافي على مود تكرر وتطلع لنا بنزين. فالعراق بلد مستورد للبنزين وكذا، مليار دولار جاي تهدر بالشهر من اجل استيراد البنزين من الدول المجاوره. وهذا البنزين رغم انه احنا جاي نستورده، طبعا هي تستورد الدوله لتر البنزين العالي الاوكتان يكلفها 800 دينار وتبيعه ب 600، العفو عالي الاوكتان تستورده ب 800 دينار. طبعا هذا عالي الاوكتان شو يسووا له؟ يسووا له هنا شغل عندنا، يخلطون ويا ماده النفته هاي الخفيفه، يخلطون ويا ماده النفته على مود مثل كل لتر يصير 3 لتر، وتبيعه بالبنزين خانات على انه بنزين عادي، تبيعه للمواطن ب 450 دينار. طبعا يكلفها ايش قد؟ هو من تخلطه يكلفها 300 دينار وتبيعه للمواطن ب 450، تطلع نعم. من هذا على هذا. زين، حسب رايك قيمه الاستيراد الكلي استاذ زهاء؟ يعني حسب، يعني انا ما اقدر اقول لك في شيء يعني مضبوط 100%، ولكن لحد الان اللي سمعته انه 6 مليار دولار، 6 مليار اعتقد 6 مليار دينار او دولار بالشهر الواحد. نعم. استيراد البنزين عالي الاوكتان وتبيعه العالي الاوكتان ب 650، تخسر بيش قد؟ 100 و150 دينار باللتر الواحد. هسه اكو خبر سمعنا انه راح تبيع اللتر البنزين عالي الاوكتان راح يرفع سعره يصير ب 850، واحنا طبعا منتظرين بعد هذه الازمه المفتعله منتظرين المفاجاه، المواطن الفقير منتظر المفاجاه انه يصعد سعر البنزين من 450 الى 650، يصعد البنزين عالي الاوكتان الى 850 وهكذا، منتظرين هذا الانتظار. طبعا هو الحكي هواي، فقلت لك انا ما اريد اخوض لان الاخوه اللي المسؤولين ما موجودين على مود في بعض المعلومات اذا خطا يصححونها ان اللي سمعناها، ولكن حسب ما سمعنا انه اكو يعني التهريب مستمر من كركوك الى اقليم كردستان، لان اقليم كردستان وزارته بوحده غير وزاره النفط بالعراق، وزاره نفط خاصه به، ويستورد البنزين من تركيا ويستورد البنزين من ايران، فطبعا يستوردها باسعار مرتفعه. فكان سابقا بذنيك الايام كان حتى سعر البنزين عالي الاوكتان رخيص بكردستان، ولكن بالفتره الاخيره بدا يصعد سعر البنزين مال العالي الاوكتان في اقليم كردستان، فبداوا التجار يلجؤون الى طرق ملتويه. نعم. طبعا عندنا احنا 100% اكو لابد اكو مافيات وناس تشتغل ضد البلد، هي طبعا وتدور منفعتها الشخصيه، هي اللي جاي تهرب البنزين وتبيعه الى اقليم كردستان دون وجه حق وبخس لحصه المواطن الجنوبي وخصوصا المواطن المنهك في محافظه البصره. ونتمنى ان يعودون الى رشدهم ويوعون، وهذا بلدهم ويوعون اليه ويرجعون الى جاده الصواب. نعم. نعم، يعني استاذ زها هاي الايادي اللي حضرتك ذكرت انه هي خفيه، هل هي ايادي حكوميه سياسيه؟ ستنا العزيزه انا ما اتمنى انه مسؤول حكومي يعني ياكل من خير هذا البلد، يطعن البلد او يسرق البلد، ما اتمنى هذا. نعم. بس اعتقد ما تخلى من مسؤول حكومي 100%، لان هو ما اعتقد لازم هناك ايادي خفيه وراء المناصب وراء الكراسي هي اللي جاي يسبب هذا الارباك وهذا الوضع الراهن حاليا. نعم. زين، اليوم شنو مصير يعني اصحاب سيارات الاجره اللي عملهم يومي في حال ان ارتفعت اسعار الوقود؟ ستنا هي هاي الطامه الكبرى والبلاء الاكبر، هو نعم. اللي الانسان اللي عايش على الاجره ابو التاكسي، هذا الانسان قلت لك هذا قوته على عافيته مثله بالعماله، هذا يطلع هم هو صارف بنزين من جيبه وعلى مود يلقى له كروه ويترزق بها ويعيش عياله،
زين اذا يطلع هو بالنهار كله واقف له من 4 إلى 5 ساعات في طابور انتظار على مود يترس له بنزين. زين هو اساسا فتره العمل القويه هي فترات معينه بالنهار، خب مو النهار كله. زين فاذا يوقف له 5 6 ساعات الطابور انتظار على مود يترس بنزين انقطع رزقه هذا. يعني هذا اكثر انسان مضرور في هذه، وبعد والناس اللي معتمدين على القوت اليوم معتمدين على البنزين في اعمالهم. هذا فيما يخص البنزين، اما الغاز فحدث ولا حرج اختي العزيزه، مشاكل ايضا. اي والله العظيم. زين يعني اليوم ظل هذا الغلاء وارتفاع الاسعار، اليوم شنو يعني مصير يعني العالم في حال انه ارتفعت ايضا يعني سيارات الاجره واسعارها؟ اليوم يعني سائق التاكسي هم حقه ذا رفع الاسعار، يقول لك البنزين غلى انا هم لازم ارفع الاسعار، بس اليوم المواطن شنو ذنبه؟ يتحمل اليوم ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، يتحمل ارتفاع اليوم اسعار السيارات، سيارات الاجره، اليوم المواطن يعني شنو ذنبه؟ ده يتحمل كل هاي المسؤوليات، واليوم اكو صمت حكومي، ماكو اي تحرك سياسي تجاه هاي المشاكل كلها اللي ده تصير بالعراق. الحكومه المسؤول الاول والاخير، المسؤول الاول والاخير في كل الازمات اللي جاي تمر بالبلد هي الحكومه، واخص بالذكر الحكومه المركزيه. هسه السيد وزير النفط ما اعتقد يعني يقبل انه محافظته، وخصوصا هو الرجل من محافظه البصره، ما اعتقد انه يقبل انه محافظه البصره المنتج يعني ابو النفط ابو الخير توصل به الى هذه المرحله وتصير ازمه بعد ازمه، والازمه تختص يعني في وزارته، في وزارته هو يعني، وهو ابن البصره. زين ما اعتقد يعني انه يقبل هذا الشيء، ونتمنى من الساده المسؤولين ان ينظرون الى هذا الشعب، وخصوصا محافظه البصره بعين الرحمه وعين الرأفه والابويه، ويرفعون الحيف والضيم عنهم ويوفرون البنزين، ولا يفكرون يوم يرفعون سعر لتر البنزين حتى فلس واحد، لان المواطن أثقلت كاهلة كثير من الأمور. يعني الحكومة الرشيدة رفعت علينا سعر الدولار، وهذا حدث ولا حرج، وورا سعر الدولار غلت المواد، سوت ضرائب، سوت فوائد على السلع، فجاي تهلك كاهل المواطن. فنشوف أنه الحكومة يجب أن تنظر إلى هذا الشعب وإلى هذا المواطن، يعني فعلا هو مواطن عراقي. يعني انتم المواطن العراقي تردونه فقط بالشدات، يعني بالحروب تنادون على المواطن العراقي، بالحصار الاقتصادي المواطن العراقي، بالازمات المواطن العراقي. نعم. زين بالنفاهه من يصعد هسه سعر البرميل بالعالم صعد، وحسب ما اكو كلام انه حتى يوصل 300 دولار و500 دولار. شنو الخطط اللي سوتها هسه اللي جاي تهيئها الوزارات والحكومه في هذا المجال على مود تسوي يعني حمايه للمواطن؟ يعني شنو راح يستفيد المواطن من صعود برميل النفط؟ زين صعد برميل النفط بالعالم وهي تبيعه بسعر مغري، ولتر البنزين بالعراق غير متوفر، والكهرباء ماكو غاز او تطفى الكهرباء. زين احنا ابناء البلد، احنا ابناء هذا البلد، يعني وقود ماكو، لا بنزين لا غاز، لا بنزين سياراتنا ولا غاز محطاتنا الكهربائيه. نعم. زين الى متى يعني احنا نستورد، نجيب اشياء ونستوردها من برا؟ يعني نظل فقط بلد مستهلك، فقط مستهلك، ايش وقت نصير بلد منتج؟ ايش وقت يعني نلتفت لهذا المواطن؟ ايش وقت نبني المصانع مال التكرير؟ ايش وقت انا اطلع النفط من ارضي واكرره بالمصنع مالتي واطيه؟ وش وقت اصدر انا؟ شو وقت اصدر فعلا المشتقات النفطيه؟ شو وقت العراق يصدر؟ يعني انا اظل الى متى انا استورد؟ الى متى انا من ازمه الى ازمه وتتفاقم علي الازمات؟ اتمنى من الحكومه الرشيده والحكومه المركزيه، وخصوصا هسه بعد الانتخابات ان شاء الله راح تتشكل عندنا حكومه، والحكومه هاي تنتبه وتلتفت الى المواطن، تلتفت الى المواطن. كافي ضيم من سنه 2003 للحد الان، المواطن من ازمه الى ازمه. نعم. كافي ضيم. يعني اتصور اذا مسؤول فعلا يعني يريد خير هذا البلد
اذا قعد لعشر دقائق يقدر يخطط تخطيط عدل ويحط الاسس الصحيحه لتنميه هذا البلد ورفع الحيف عن كاهل المواطن يا ناس. نعم استاذ زها خليك ويانا، عندنا تقرير نروح نشوفه من بعدها نرجع نكمل حديثنا. نعم تفضل. كان اسمه بلد الخيرات، أما الآن فإنه بلد الأزمات، أزمة بعد أزمة وفاجعة بعد أخرى، فبعد ارتفاع أسعار الدولار وأسعار الزيت جاءت أزمة الوقود لكي تكون المشهد الأبرز في المحافظة. أزمة البنزين، احنا شعب أو هذا البلد كله خير، كله أرض، كله ذهب، احنا أهل النفط، احنا أهل الغاز، يعني ليش هيك جاي يصير بينا؟ يعني اجوا اخوتنا المنا وبينا لحمك ودمك ياكل بيك، يعني الاخو من يقضي الامور يسبي اخوه، هاي سبايه ترى ما يصير، الله ما يقبل يا عمي، عيب عيب كافي، الشعب تعب، الناس فقر، الناس جور، عمي روح لبيوت العالم. يعني هي اهم شيء هو البنزين، اهم شيء البنزين، واحد يروح للدوام، واحد يروح هاي، والله انا يوم تعطلت بسبب السايق مالتي ما عنده بنزين، ما يصير اخوي، لازم تشوفوا لنا حل. يعني تبقى حكومتنا هي شكل ما يصير، وين ما اروح بطلب ايدي، ما يصير خويه، لازم يشوفون حل، رحمة الواديكم مسؤول كانت شلون انت لازم توفر محافظتك، ليش الجاز من المصفى يطلع يطلع ديش المحافظات، من المصفى يطلعنا داوم بالسايق، من المصفى الصخاريج تحمل وتطلع. المواطنون عبروا عن استيائهم من هذه الأزمة وأكدوا بأن تهريب الوقود إلى المحافظات الأخرى هي الخيانة العظمى، وتناول آخرون مدير المنتجات النفطية وحملوه آفة الأزمة التي تمر بها المحافظة. مثلا الإنسان عنده مريض، صاحب تاكسي، كل احنا ناس نداوم بدوام، بالإضافة إلى البصرة هي منبع العراق للنفط، أبو المنتجات النفطية سواء أي شخص كان نحمله، ليش نحمله؟ جاي يسبب مثل ما تقول عدم توفير البنزين. أزمة الوقود هي البصرة، هي أم الوقود، ما يحتاج يعني لا نستورد ولا شو اسمه، بس احنا قاضينها، الغاز يحرقونه ما نستفاد منه، والبنزين قاضيها علينا بالتهريب، وهاي الشغلة خير البصرة لغيرها، يعني البصرة ما مستفادة شيء بصورة عامة، يعني لا من رواتبنا مستفادينها، لا من بنزيناتنا، لا من نفطنا، أي شيء ما مستفادين، بقرة حلوبة ضالة، تحلب وخيرها لغيرها، كل شيء ما مستفادين منها. زين هسه انتم تغلون البنزين وقلاء البنزين، وبالتاكسي شنو يريد يشتغل؟ الغيره شنو يريد يشتغل؟ ابو العماله الغيرها، يعني هي بنزينات كانت 450، وين يريدون يوصلون به؟ ارتفاع اجرة المركبات التي اتت من شحة الوقود واثقال كاهل المواطن البصري هو جريمة تتحملها الجهات المعنية بهذا الامر. شحة الوقود التي تشهدها محافظة البصرة تسبب شللا تاما لدى حركة المواطنين، والأهالي يحملون مدير توزيع المنتجات النفطية الحصة الأكبر من هذه الأزمة. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة. شكرا لزميلنا علي نعيم اللي عد لنا هذا التقرير الخاص حول ارتفاع اسعار الوقود في محافظة البصرة. مع الاسف اليوم حال البصرة يصل الى هذا المستوى، مع الاسف اليوم على الحكومة المحلية بمحافظة البصرة اللي ساكتة عن هاي الازمة اليوم اللي موجودة بالمحافظة. 90% من موازنة العراق هي من خيرات البصرة، هاي البصرة ام الخير اللي ضحت بخيرة شبابها واللي دفعت خطر الارهاب وخطر داعش عن العراق، مع كل الأسف اليوم تصل إلى هاي المرحلة ويصير هيك حالها اليوم، ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية وقلة الخدمات ومشكلة الكهرباء والتعليم والصحة. اليوم البصرة تعاني ولا حياة لمن تنادي. مع الأسف اليوم مسؤولين البصرة لحد هذا اليوم صار لهم 18 سنة عازين عن إيجاد حلول جذرية وسريعة وناجعة لحل مشاكل محافظة البصرة. أرجع ويا ضيفي أستاذ زها، يعني مثل ما شفنا خلال التقرير اليوم ارتفاع أسعار الوقود أثرت على حياة المواطن، شنو اللي يخلي الحكومة المحلية بمحافظة البصرة اليوم ساكتة عن هاي الأزمة؟ معقولة اليوم الحكومة المحلية بالبصرة ما تواصلت ويا وزارة النفط ويا مديرية بالنسبة لتوزيعات المشتقات النفطية؟ نعم، أزمة الوقود، أزمة البنزين، يعني هي مو تأثر فقط على سائق التاكسي. نعم.
أزمة البنزين تأثر في كل مفاصل الحياة، لأن اليوم يعني صوري إذا أي شيء تريده أنت تنقله لازم تنقله، وسيلة النقل هاي وسيلة النقل، إذا ارتفع البنزين ارتفعت الإجرة زين، ارتفاع الإجرة مال النقل عالية من يخليها على السلعة. فهاليوم تشوفين كل السلع بالبصرة بدأت تصعد وفي صعود مستمر، يعني البصرة بدت ما تفيد عيشة الناس الفقراء. يعني أهلها وين يروحون مثلا؟ يعني إذا أكو مكان ثاني يروحون يهاجرون أهلها يعوفونها، بس هاي بصرتنا نتحمل وين ما توصل نتحمل إحنا، وإحنا في دول ترابها. ولكن إحنا أيضا يعني نحمل الحكومة المحلية المسؤولية أنه تشوف شنو مشكلة محطات الوقود، وليش جاي يصير هذا الشح في الوقود في المحطات، وليش أغلبية المحطات غالقة أبوابها، حصتهم جاي يستلمونها لو ما جاي يستلمونها. إحنا نريد نطرح هذا التساؤل على الحكومة المحلية وعلى المسؤول، نريد نسألهم، نريد من عندهم هذا الجواب، هل حصتهم جاي يستلمونها أصحاب المحطات؟ زين، إذا أصحاب المحطات جاي يستلمون حصتهم، ليش هسه جاي يصير يغلق المحطة؟ ليش أغلبية المحطات الروح لهم يبدي يقول لك ها والله البنزين ما موجود، ها أريد نصعد البنزين، ها ارتفع سعره، ها أحط هالقد لتر البنزين بهالقد؟ إحنا يعني بكل المحطات جاي نواجه هاي المشاكل. نعم. يعني أريد جواب من المسؤول، يعني أبو الحكومة المحلية هو هاي محافظته، يقدر يعطيني جواب، وجواب ناجع من أجل نعم. حتى أعرف المشكلة وين، حتى أحدد المشكلة، أنا المواطن حتى أحدد المشكلة وين. أكيد. نعم. أستاذ حسن الناشط المدني من محافظة البصرة، شكرا جزيلا لك وشكرا لضمامك يوميا، أكيد نورتنا، تحياتنا لك. نعم مشاهدينا، لازم نحن لكم مستمرين والحلقة الخاصة في برنامج المعتمد حول أزمة الوقود وأسبابها وانتشارها اليوم في عموم مناطق بغداد وبقية المحافظات. للأسف مثل ما نلاحظ اليوم طوابير السيارات تتكدس أمام محطات الوقود، ولحد هذا اليوم ما عرفنا شنو السبب. وزارة النفط تقول التجهيزات كاملة بالنسبة لمحطات الوقود، واليوم محطات الوقود تذب اللوم على المصافي، واليوم ما تعرف المشكلة شنو أو منو السبب بهاي المشكلة الأساسية. اليوم واحد يذب الكرة بملعب الثاني، بقى هو بس المواطن المتضرر من كل هاي الأزمات والمشاكل اليوم اللي موجودة. اليوم أصحاب سيارات الأجرة تضرروا من هاي الأزمة. اليوم هل هي فعلا أزمة حقيقية أم مجرد أزمة مفتعلة لخلق جو جديد بالعراق وخلق أزمة جديدة لحدوث مشاكل جديدة في العراق بصورة عامة؟ اليوم من ارتفعت أسعار الوقود وصارت هاي الأزمة، شنو مصير اليوم أصحاب السيارات الأجرة؟ اليوم بالتالي هم من رفعوا الأجور، اليوم المواطن تضرر، اليوم المواطن شنو ذنبه يتحمل هذا الغلاء اللي موجود بالعراق بصورة عامة؟ اليوم بغداد تعاني، المحافظات تعاني، اليوم المواد الغذائية ارتفعت، نشوف أسعار سيارات الأجرة ارتفعت، زين اليوم المواطن ليش وقت يبقى يعاني؟ زين أكو مواطنين أصلا ما عندهم رواتب، ما عندهم راتب رعاية، ما عندهم معين، اليوم هاي العالم شلون راح تقدر تعيش؟ اليوم سؤالنا نوجه للحكومة، الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية بمحافظة البصرة وكل المسؤولين اليوم بالبرلمان سواء كانوا أو كل الوزراء. وزارة النفط اليوم شنو دورها؟ ليش وقت إحنا نبقى نصدر أو نستورد؟ ليش اليوم إحنا ما نصنع مصافي خاصة بينا وننتج المشتقات النفطية داخل العراق؟ ليش وقت احنا نبقى نستورد النفط ومشتقاته؟ زين احنا اليوم بلد الخير، احنا اليوم بدنا نصدر نفط، زين ليش احنا اليوم ما نسوي المصافي داخل العراق؟ يعني اليوم 60 مليار شهريا بدها تصرف على بالنسبه للاستيراد، ليش ما نصنع بيها اليوم مصانع؟ ليش اليوم احنا بالعراق نبقى نستورد؟ ليش اليوم ما يكون عندنا اكتفاء ذاتي؟ اليوم ليش ما نعتمد على نفسنا؟ اليوم عندنا احنا خبرات وعندنا كفاءات نقدر نستعين بها. زين شنو مصير اليوم العراقيين يظلون يعانون بهاي الأزمة؟ ليش وقت يبقى مصير العراقيين لهذا الحال؟
زين احنا يوم بعد يوم الازمه يعني تزيد وما شفنا اي تدخل حكومي، ما شفنا اي مسؤول بالحكومه العراقيه طلع صرح استنكر. انتم يا نوابنا الجدد الله بالخير نايمين قاعدين، شنو موقفكم اليوم من الاعراب؟ شنو موقفكم؟ شنو قاعدين يوم على الكراسي؟ ما شفنا اي دور لكم. الاسعار ارتفعت، البنزين ارتفع، اليوم العالم ماتت من الجوع، وانتم لحد الان ما طلع من عندكم نائب صرح، ما طلع من عندكم اليوم نائب استنكر، اليوم انتم ممثلين الشعب. ليش وقت تبقون نايمين؟ اليوم هذا الشعب هو اللي قعدكم على هاي الكراسي، غير اليوم تقعدون تشوفون الشعب شي يريد، تطلعون تستنكرون، تطالبون، تطلعون مؤتمرات صحفيه داخل قبه البرلمان. اليوم شنو داركم؟ هاي مجرد قعدتوا على الكراسي وانتهى الموضوع؟ حصلتوا الشيء اللي تريدوه؟ بالعافيه عليكم، بس لا تنسون اليوم حوبه الشعب ما راح تعدي سلامات عليكم. اليوم رسالتنا للحكومه العراقيه كافي بوك، كافي نهب، كافي سرقه، كافي تضحكون على العالم، العالم تعبت، العالم بلت، العالم بها عندها ازمات اقتصاديه، اجتماعيه، مشاكل كثيره اليوم بالمجتمع العراقي للاسف الشديد. عندنا تقرير راح نشوفه من بعدها نرجع نكمل حديثنا. شهرين من أزمة الوقود في كركوك، وما تزال الأزمة في المحافظة مستمرة حتى اللحظة، حيث يعاني سكان المحافظة الغنية بالنفط من نقص حاد في إمدادات الوقود نتيجة السياسات الخاطئة في البلاد. فالأزمة انعكست سلبا على أرزاق المواطنين في المحافظة، وتحديدا أصحاب سيارات الأجرة الذين يضطرون في أغلب الأحيان إلى الوقوف بطوابير طويلة تستمر لساعات طويلة بغية الحصول على الوقود. يعني ايش احنا يعني العراق خاصة يعني اكبر دولة للنفط صحيح، احنا هاي ايش اسمه عندنا مدينة كركوك، يعني باعتبار هاي ايش اسمه مهدد يعني بابا قرقر هاي والكيوان، يعتبر اغنى مدينة بالعالم. زين شنو الفائدة؟ يعني احنا هاي الدول، هاي الدول دول ايش اسمه الاردن لبنان ما عايشين علينا؟ يعني احنا قاعد احنا صدر بنفط. زين احنا ليش الازمة؟ شنو السبب؟ أنا أقول السبب ماله سوء الإدارة، سوء الإدارة. فإحنا يعني منكم يعني وبارك الله بيكم وجهودكم، يعني توصلون حكي للمسؤولين المختصين بالنفط مثلا كمدير منتجات، يعني أي جهة توصلون صوتنا لبغداد، يعني نلقى الحياة يعني تعال نفط هالشكل، بنزين هالشكل. والله أخي السبب الأزمة القشقشية، القشقشية يعني تقصد بالتهريب، التهريب ما يصير له شارع، ما له حل. يعني اذا تجي اكثر مع احترامات قسم من الزينين المسؤولين هم الحراميه، ولا المواطن الفقير شو هو ما يهرب؟ قال هسه جاي اهرب بنزين لو ياخذ له جيريكانين ثلاث، هذا تهريب، التهريب بالصهاريج، التهريب يبيعون على البنزينخانات الاهليه، البنزينخانات الاهليه ما كان عندهم شغل، هسه قاموا يشتغلون، كان اللتر المحسن كان 750 سواها 1050 دينار، هل معقول هذا حل؟ أنا كمواطن ومن حقي وعلى باب الله وإحنا كسواق تاكسيات نريد بنزين متوفر، نريد بنزين موجود بكل وقت. هاي مسؤوليتك تحمي البنزين ما يطلع قشق، ما يروح، ما ينباق، مو أني. فإحنا قاعد نعاني ونطالب المحافظ ونطالب مدير منتوجات ونطالب وزير النفط إنه يلغي لنا البطائق ويلغي لنا حل لهذه المأساة اللي قاعد نعيشها هنا بكركوك. وخلي يسأل يشوف الأهلية اللي عاد منين يجيب يبيع اللتر تجاري بألف وخمسين وبألف ومية وبألف وربع قاعد يبيعون اللتر الواحد. أزمة البنزين وارتفاع الأسعار في المحطات الأهلية أثارت غضب سائقي سيارات الأجرة الذين شكوا من تراجع في مدخولهم المالي نتيجة شح الوقود وارتفاع أسعاره، محملين الحكومة المركزية أسباب هذه الأزمة بعد الحديث عن وقوف جهات وراء تهريب كميات كبيرة من الوقود خارج المحافظة. ويعتبر العراق أحد أكبر مصدري النفط في المنطقة، إلا أن نسبة كبيرة من سكانه تقع فريسة للأزمات المعيشية المتفاقمة، ولعل أزمة الوقود في بعض المحافظات الشمالية ومنها كركوك تمثل دليلا واضحا على سوء الإدارة في البلاد. لقناة وطن علياس، محافظة كركوك. شكرا لزميلنا علياس من محافظة كركوك الحبيبة اللي عدلنا هذا التقرير الخاص حول أزمة الوقود وانتشارها في محافظة كركوك. أيضا اليوم محافظة كركوك حالها حال بقية المحافظات، وأيضا بغداد ضربتها الأزمة للأسف الشديد. خليكم يا يعني مشاهدينا، ينضم معي عبر السكايب ضيفي الأستاذ صباح علو الخبير النفطي. حياك الله أستاذ صباح.
اهلا ومرحبا بكم. نعم، بداية استاذ صباح، شلون تشوف اليوم ازمة الوقود وانتشارها في بغداد وبقية المحافظات؟ حقيقة انا في اعتقادي هذه ازمة مفتعلة، الغرض منها ارباك الشارع، خصوصا ونحن قادمون على تشكيل حكومة جديدة والصراع السياسي ما بين الكتل. نعم. عطل كثيرا من العمليات الخاصة باستثمار والمشاريع سواء النفطية أو غيرها. زين، واليوم برأيك من اللي سوى هاي الأزمة؟ حقيقة بالتأكيد عملية الفساد المالي والإداري في بعض مفاصل الدولة. نعم. خصوصا في وزارتي النفط وكذلك الكهرباء والطاقة بكل أشكالها وكذلك التجارة، انعكست بشكل أو بآخر على عملية التأخير في عمليات التجاوب ما بين القوى السياسية في بناء حكومة جديدة تتمكن حل الأزمات. ولذلك نلاحظ لا يمكن التعويل على من حكم في وزارة النفط خاصة على مدى أكثر من 18 أو 19 سنة من 2003 ولغاية الآن، تفتح هناك أزمات بين الحين والآخر، ليس فقط انعكاسا على المواطنين، وإنما وزارة النفط في بعض السنين لا تتمكن من تزويد وزارة الكهرباء بالطاقة، فكيف وضع المواطن اليوم حاليا وهناك حالة من حالات الفوضى وضعف الرقابة وعدم محاسبة المقصرين في محطات توزيع الطاقة وخاصة البنزين؟ نعم، زين، حسب رأيك اليوم من المفروض يحاسبهم؟ من المسؤول عليهم؟ حقيقة الحكومة ضعيفة من 2003 ولغاية الآن. نعم. السبب الضعف هذا هو أن جميع الكتل والقوى السياسية في السلطة، فإذا من هو الرقيب ومن هو الذي يعمل على محاسبة المقصرين؟ ولذلك نلاحظ حاليا حالة الصراع ما بين بناء دولة مواطنة، دولة حقوق، دولة قانون، وبين من يريد دائما أن تسير حكومة توافق أن الجميع موجودين بالسلطة والجميع هم معارضة لكل شكل من أشكال الأزمات الموجودة التي تعيشها الحكومة. ولذلك الحكومات ضعيفة بسبب المشاركة السياسية لكل القوى التي تختلف فيما بينها في الأهداف. نعم، زين أستاذ، ليش وقت يبقى العراق اليوم يستورد؟ حقيقة هنا الكارثة. لاحظ بعض الجهات الموالية لأجندات خارجية. نعم. تحاول أن تعطل مشاريع استثمار موجودة بالعراق لكنها تعمل على استيراد الطاقة من الخارج، كما زي هو حاصل من 2003 ولغاية اليوم نستورد الكهرباء وكذلك أيضا الغاز لتشغيل المحطات، إضافة إلى أن العراق يدفع سنويا ما لا يقل بين 6 إلى 7 مليار دولار لاستيراد البنزين المحسن بأنواعه وكذلك أيضا الطاقة والغاز لتشغيل المحطات، علما بأن العراق يمتلك ما لا يقل عن 123 تريليون قدم مكعب من الغاز الذي لم يستثمر في العراق، إضافة إلى الغاز المصاحب. فهنا فساد واضح المعالم وفشل لكل السياسيين الذي حكموا في 5 حكومات ماضية منذ 2003 ولغاية الآن. ولذلك نحن بأمس الحاجة حتى يستطيع الشارع أن يثق بحكومته، يجب أن تكون حكومة قوية ومعارضة قوية تمتلك محاسبة المقصرين. نعم، زين، بالنسبة لليوم المصافي الخاصة بتكرار النفط وتحويل المشتقات، اليوم ليش وعدنا بالعراق؟ شنو اللي ينقصنا حتى نصنع هاي المصافي والمصانع؟ بالتأكيد محطات التصفية الموجودة بالعراق في اعتقادي كافية جدا لتوفير ما يحتاجه العراق، ولكن وجود منافذ
تحت رعاية قوى سياسية فاسدة قد تكون تعمل على تهريب المنتجات والمشتقات النفطية إلى خارج العراق، أو العمل على افتعال أزمات في بعض المحافظات لأغراض سياسية، يتم عمليات نقل وتهريب هذه المشتقات لمحافظة أخرى كما حاصل الآن في كركوك. زين، يعني اليوم إذا أريد إحنا نصنع مشتقات الوقود وأيضا النفط، شنو نحتاج بالعراق؟ إذا أنت تقول عندنا يعني مصانع كافية، ليش يوم ما يكون اكتفاء ذاتي؟ ليش يوم ما نعتمد على نفسنا؟ ليش يوم نستورد من الدول؟ حقيقة هنا 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 كما قلت بعض الأجندات التي تحاول عرقلة الاستثمار والتصنيع. نعم. يعني نلاحظ العراق حاليا في مجال الزراعة. تقصد أن أجندات خارجية اليوم هي اللي تعرقل؟ نعم، قوى سياسية. شنو غاياتها؟ غاياتها الأساسية أن تستفاد نتيجة لعدم ولائها للوطن. نعم. زين، يعني هاي بالنسبة للأجندات الخارجية، تقصد الداخلية؟ الداخلية. نعم. الأجندات الداخلية مرتبطة بسياسات خارجية. زين، وهاي السياسات الخارجية شنو فائدتها اليوم من صنع هاي الأزمة؟ من مصلحتها زيادة أولاً التبادل التجاري بين العراق. نعم. يعني هنا نلاحظ عمليات بيع العملة في البنك المركزي العراقي 2021 تم إخراج ما لا يقل عن 41 مليار دولار. نعم. من المفترض أن تعود 41 مليار على شكل بضائع مختلفة، ولكن العائد يقدر بحدود 18 مليار. زين. أين البقية؟ هنا تكمن عمليات الفساد وهدر المال العام حقيقة. زين، إيش وقت العراق يكون بلد منتج ويكون اكتفاء ذاتي حسب رأيك؟ عندما تكون هناك حكومة صادقة، حكومة وطنية ومعارضة قوية. نعم. وقانون قوي يمتلك الإمكانية في محاسبة المقصرين، نتمكن حقيقة من توفير كل متطلبات ومستلزمات العراق، سواء من الطاقة أو الزراعة أو الصناعة أو غير ذلك. نعم. يعني هل من المعتقد المعقول أن العراق يستورد خضروات ويستورد طماطم أو مواد أولية؟ يعني أنا عمري حالياً 70 سنة، منذ ولادتي ولغاية اليوم لم أرى العراق يستورد من هذه الخضر والمواد سابقاً. نعم. هذا جانب خطير جداً، وهو تعطيل العملية الإنتاجية. بنفس الوقت أصبح العراق بلد ريعي يعتمد على الإيرادات النفطية. الارتفاع في أسعار النفط، من المفترض أن هذه الفوارق في الأموال أن يتم استثمارها للصالح العام والأجيال القادمة. يعني لاحظ من المفترض حاليا العراق 2021 تم استيفاء جميع الديون المترتبة عليه من جراء دخوله الكويت. إذن من الضروري وجود صندوق سيادي توضع به 3% من الإيرادات النفطية للاستثمار والمشاريع القادمة. زين، اليوم برأيك يعني هل فعلا اكو أزمة بالعراق، لو مجرد اليوم هي أزمة مفتعلة؟ لا توجد أزمة حقيقة في العراق، لا توجد أزمة. نعم. وإنما أزمة سياسية نتيجة للتناقض في الأهداف لهذه القوى السياسية المتصارعة على السلطة. زين، واليوم شنو ذنب المواطن يتحمل الخلافات السياسية اللي تصير واليوم يدفع ضريبتها؟ هنا حقيقة المواطن دفع ثمن. نعم. وسيدفع مستقبلا إذا استمرت العملية السياسية بهذا النهج. زين، اليوم شنو دور وزارة النفط في ظل هاي الأزمة؟ شنو موقفها؟ ما شفنا تصريح صحفي حولها. وزارة النفط حقيقة من الوزارات المراوغة التي تحاول إخفاء الحقيقة. نعم. لنلاحظ مثال على ذلك، منذ 2009 ولغاية الآن
دائما تصرح وزارة النفط أننا نسعى إلى التعاقد مع شركات عالمية لإنتاج الغاز المصاحب للنفط لاستثماره وإيقاف عملية الاستيراد للغاز من الخارج. زين. لغاية اليوم قبل أكثر من شهر صرح وزير النفط السيد إحسان العفو صرح السيد الوزير أننا تعاقدنا مع شركات صينية وشركة توتال الفرنسية في إنتاج واستخلاص الغاز المصاحب، ولكن يتم الإنجاز في 2024 منذ 2009 يعني 14 سنة وزارة النفط. نعم 14 سنة وهذا التعاقد هسه يلا صار ب 2022 ويقولون ب 24 يلا تكون بوادرة يلا ينتج، علما بأن العراق يحرق من الغاز يوميا بيقدر بحدود 18 مليون قدم مكعب من الغاز. نعم. ونحن نستورد من إيران غاز لتشغيل المحطات بحدود حوالي 25 مليون قدم مكعب. زين اليوم برأيك هذه كان هاي الأزمة شو وقت تنتهي بالعراق؟ شو وقت يكون يعني اكتفاءنا ذاتي؟ شو وقت يكون يعني منتجنا محلي ما نستورد من بقية الدول وما نتحمل منيتهم؟ عندما يتمكن السياسيين على وضع برنامج حقيقي لفك جميع الأزمات وحلها بما يخدم العراق، وضع مصالح العراق أولاً ثم مصالح الدول الأخرى، هذا هو الجوهر الأساس الذي يعطينا الإمكانية في فك جميع الأزمات وحلها والرفع من مستوى معيشة المواطن العراقي وتوفير جميع احتياجاته. يعني هل من المعقول أننا ننفق ما لا يقل عن 50 مليار دولار على الكهرباء منذ 2003 ولغاية اليوم ولم يتمكن المواطن الحصول عليها 24 ساعة؟ هذا جانب يدلل على عمق الفساد. زين استاذ كريم، في حال انه النفط نفذ بالعراق شنو مصير العراق والعراقيين اللي اليوم هم كل اعتمادنا على النفط؟ هنا تكمن الكارثه. النفط الموجود بالعراق صعب ان ينفذ لكميات كبيره، يعتبر ثاني بلد بالعالم في الاحتياطي. على مدى 100 سنه القادمه بالعراق يوجد النفط والغاز، ولكن العالم بس اكو دراسات اخيره يقولون بعد 15 او 20 سنه انه احتمال ينفذ. ليس كذلك، وانما العالم يتجه لاستخدام الطاقه النظيفه. نعم. ولذلك في اعتقادي 2030 ينخفض استهلاك النفط بالعالم. نعم. فاذا لم نكن لدينا بنيه تحتيه للاقتصاد حقيقه كبدائل لإيرادات النفط، نحن سنعيش أزمات خانقة وتكون هناك حالة من حالات التشرذم العراقي لعدم تمكن الدولة من توفير احتياجات المواطن. هذا ممكن أن يحصل. يعني نلاحظ أزمة المياه الموجودة حالياً على مدى الخمسة سنوات القادمة العراق لا يتمكن من إنتاج مليون طن من الحنطة، بينما 2020 أنتج العراق 4.5 مليون طن من الحبوب بسبب وجود المياه والأمطار الغزيرة، ولكن لا نستطيع الاعتماد على الأمطار فقط. ونحن نلاحظ أن لا يوجد لدينا أي شكل من أشكال الاتفاقيات مع دول الجوار التي مياهنا يسيطرون على مصادرها. زين موقف وزارة النفط شنو اليوم من هاي الأزمة المقبلة يعني خلال عام 2030؟ وزارة النفط حلولها ترقيعية. نعم. هذا جانب كلش مهم. يعني الحلول الترقيعية لوزارة النفط منذ 2004 عندما كان العراق ينتج 2.5 مليون برميل، واليوم
ينتج بحدود 4.5 إلى 5 مليون برميل نفط. نلاحظ المستوى المعيشي للمواطن لم يرتقي مع هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج. نعم. وارتفاع أسعار النفط الآن، يعني لاحظ هناك تناقض كبير جدا. إيرادات عالية دخلت العراق سنة 2021 تقدر بحدود 75 مليار دولار، بينما 2020 35 مليار. لاحظ الفرق، ولكن لا تنعكس على المواطن. إذن هناك قوى سياسية في إدارة الدولة تعمل على تعطيل أي شكل من أشكال البنية التحتية، سواء في الصناعة أو الزراعة أو حتى مجال الطاقة بكل أشكالها، من ضمنها وزارة النفط. نعم، برأيك اليوم شو ممكن نحافظ على النفط ونستغل الارتفاع اليوم الحاصل بأسعار النفط عالميا؟ أول جانب جوهري وأساسي، نعم، توظيف الإيرادات الزائدة من النفط، توظيفها في عمليات استثمار حقيقية واستعادة المصانع المتوقفة في العراق. إضافة إلى تعامل العراق مع دول الجوار بما يخدم مصلحة العراق أولا في كل المجالات، منها المياه. ليس لدينا أي شكل من أشكال الاتفاقيات مع تركيا أو إيران حقيقة في هذا الجانب، كي نستطيع أن نضمن تأمين المياه لتطوير الزراعة. هذا جانب. جانب آخر هو أن جميع المصانع المتوقفة يتم استعادتها ليس عن طريق الدولة، لأن الفساد يكمن في مفاصل الدولة، وإنما تطوير القطاع الخاص بما فيه حتى الطاقة الكهربائية. إضافة إلى في الجانب المالي، إيقاف أي شكل من أشكال بيع العملة لإيقاف عمليات غسيل الأموال التي تتم من خلال دخول السلاح والمخدرات إلى العراق. هذه كلها عوامل جوهرية وأساسية كي تضع العراق على أسس وبنية تحتية حقيقية تساعد في عمليات البناء المستقبلية. نعم، الأستاذ صباح علو الخبير النفطي، شكرا جزيلا لك وشكرا لانضمامك يوميا، أكيد نورتنا، تحياتنا لك. حياك الله. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تضمن غدا إن شاء الله حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. تحياتكم وتحيات كادر العام جميعا، إلى اللقاء.